اهلا بحضراتكم من جديد، لانها حلقه تحتفي بالملك، فكان لابد واحنا في اطار ايضا هذه الحفاوه العربيه الكبيره جدا بالملك، لابد ان نبحث معا عن الكثير في اسرار الملك. دخلنا عرين اسد الاطلسي، كلنا حفظنا علي معلول، وعلوله بقت يعني واحد من لاعيبه النادي الاهلي وكانه مصري فعلا بكل كيانه. لكن في دفاع الاهلي نجم عربي اخر كبير ومتالق، بدر بنون. بدر بنون يعني الله ينور على لجنه التخطيط والكابتن الخطيب في اختياراتهم الحقيقه، سواء للعيبه او المدير الفني او الاجهزه الفنيه في تعاملهم مع ازمات كره القدم، مع تعاملهم مع بناء فريق كره القدم. يعني عارف انت في 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 حاجه اسمها المنظم او المفجر اللي هو بي 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 بيفجر الطاقه. بدر بنون هو من ايام، والتشبيه ده اتقال بالظبط بالظبط، عايزين حد يلعب الدور بتاع عماد النحاس. ايوه، ما دي كمان انت ممكن تقعد تدور ما فيش النوعيه. ايوه، لكن لما ربنا يرزقك بحد وتسعى الى ضم وهو يبقى متلهف انه يقبل هذا ونفسه يخوض التجربه معاك وفخور بيها، تكون النتيجه بدر بنون والاهلي. بدر بنون اسد من اسود الاطلسي، هذا اللقب، لقب المحبب لدى كل الاشقاء في المغرب. بدر بنون اسد الاطلسي، جمهورنا ما يعرفش عنه حاجه كتيره. ملك وكتابه كشفا عن اسرار الملك، حبينا ندخل بيت بدر بنون وهو هنا. رحنا له المغرب، رحنا له مسقط راسه، رحنا لاسرته، رحنا لوالده لوالدته لاخوه لاخته لجدته كمان. الكل يتحدث عن نجم الاهلي، عن نجاح بدر مع النادي الاهلي. الحقيقه الصديق العزيز عزيز عبد العظيم، وده واحد من المصريين، لاعب كره سابق يعمل في المغرب، حب يتعاون مع ملك وكتابه ويدخل بملك وكتابه الى بيت بدر بنون في الدار البيضاء. نشوف ملك وكتابه في منزل بدر بنون في الدار البيضاء. احنا وصلنا دلوقتي منزل بدر بنون. مرحبا مرحبا مرحبا. من جديد الوالد الوالد عزيز بنون، الحمد لله. الحاجه ست الحبايب ام بدر، الدلوعه بتاعتهم هبه مخروج، صديقه شعبون، شعبون عمه، ابن عمه